معكم عماد الرحماني، فنان موسيقي ابن مدينة قرسيف، ومرحبا بيا في مدينة كازا. شكرا لكم على الاستضافة. قبل ما غادي ندخل الدومين ديال الموسيقى، كنا اسسنا واحد الجمعيه اللي هي شبابيه في مدينه قرسيف، اللي فيها مجموعه من الشباب، يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا، واحد يعاون الاخر. وكانت جات واحد الفكره، يعني نبقاو نشاركوا في حفلات، نديو افكار، نعاونوا بعضياتنا. في سنه 2017 يعني اسسنا هذيك الجمعيه اللي كانت لقات واحد الصدى في اقليم مدينه قرسيف. وفي 2019 سجلت واحد الاغنيه اللي تحت عنوان برافو عليك، اللي لقات واحد الاقبال اللي هو متواضع، والحمد لله. بالنسبه لاقليم مدينه قرسيف، كيغنيو تراث محلي اللي هو الهيتي او المسمى بالراي العروبي. مي انا بدلت السيل، كنغني السيل شبابي، بدلت السيل ديالي. وهما كاينين شباب تبارك الله اللي يجوا اللي كيتالقوا في هذا السيل في المنطقه ديالنا اللي هي مدينه قرسيف. انا دايرو غير هوايه، نشط مع الاصدقاء ديالي، نضحك مع الاصدقاء ديالي، هذا الشيء اللي كاين. خاصك غير باش تدخل الدومين ديال الفن، يعني تشوف بواحد الاتجاه اللي هو صحيح، وتتبع تمشي دوكا دوكا، وتبعد مثلا دوكا دوكا، تمشي غير بشويه عليك، تمشي بشويه عليك دقه دقه، يعني تبعد الكريتيك، كاع الناس عاد يهرسوك، يعني تحاول تبعدهم وتشق المسيره ديالك. بالنسبه للفنانين ديال المنطقه الشرقيه، بصراحه انا عمري هضرت مع شي فنان ولا قلت لشي فنان عاوني، كل واحد يعاون راسو. التوفيق نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الفنانين اللي في المنطقه الشرقيه. ميدو بالحبيب، ميدو بالحبيب كنت ديجا واقيلا تواصلت معاه، ديجا كان عندي امي في فيسبوك، تبارك الله عليه فنان عنده ما يقول، كنتمنى ان شاء الله التوفيق. الدوزي تبارك الله فنان واستاذ ومشرف المنطقة الشرقية، وما كرهناش نتعلموا منه، عنده ما يقول، نتمنى له التوفيق كذلك حتى هو. بادر السلطان، بادر السلطان، نهار كنت كنخدم فيديو كليب ديالي الاغنيه الاولى تحت عنوان برافو عليك، كنت لقيته في الناظور في نفس الكافي اللي كنت صورت بها. في الليل كنت لقيته، انسان متواضع، هضرنا معاه، انسان الله يعمر له الدار، شجعني قال لي بون كوراج السمر. بالنسبه للجديد اللي عاد صدرت، اللي هي اغنيه تحت عنوان حمقني داك ستوري، حمقني داك ستوري. كانت لقات واحد الاقبال اللي هو متواضع، ما تلقاش كاع الناس يبغيوك، وما تلقاش كاع الناس يكرهوك. كاينه واحد الفئه عادي تعجبها الاغنيه، وكاينه واحد الفئه ما تعجبهاش، والاذواق يعني مختلفه، والراي ديالهم يحترم، ونتمنوا ان شاء الله مستقبلا نكونوا في حسن الظن. بالنسبه لهذاك الصليب، وكان كنا درنا يعني بالنسبه للصليب كي ندير نقدر نشرحها لك، كاينين مجموعه من لي باج اللي هزوا واحد لا فوتو اللي هي دايرينها في البروفيل ديال الاغنيه، قال لك انت مسلم ومغربي وكذا، ومصور بالصليب. هذاك راه ماشي صليب، هذيك راه واحد السلسله هي فيها بيستولي، ولكن كتبان للناس، راه كتبان لهم صليب. انا كنأكد للناس بان هذاك راه ماشي صليب، هذاك راه بيستولي، وديجا اكدته الاول لقاء ديالي مع شوف تي في في المنزل ديالي في مدينه قرسيف، والتاكيد لكاع الجمهور المغربي هذاك راه ماشي صليب. ومجموعه من الناس ما بغوش يدخلوا الاغنيه غير من الحكم من البروفيل يعني ديال الاغنيه، كيقول لك وهذا عاد جون بادي ودير الصليب، اش داك الصليب؟ هذاك راه ماشي صليب، غير بيستولي. نقدروا نغنيو كدر جابوني. جاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت، شفتيني نعشق صنفوت، قلتي خلاص جبتيني على راسي، انا اللي بغيت، انا اللي بغيت، يا با يا ما شحال عييت، صابر وشحال تسنيت، جبت الهواس انا راسي. ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن، وشكرا لكم على المسانده وعلى مواكبه الاعمال ديالي.